احنا اتصلنا بكل المخابر على المستوى العالمي لنتفاوض معهم لاستعمال هذا الفحوصات هذه وهذه الأدوية. لكن لازم نعرف باننا نكونوا حذرين كذلك في استعمال هذا. لازم احنا كي نجيبوا اللقاح لازم كي نجيبوا اللقاح لازم نكون متاكدين 100% بانه اللقاح يساعد الجزائريين والجزائريات. خلي العلماء نتاعنا يعملوا بهدوء بطريقة علمية. عندنا علماء موجودين في الجزائر وعندنا علماء كذلك في الخارج يعطيونا نصائح ويعطيونا توجيهات، وبالتالي تدريجيا الدولة والحكومة ستأخذ القرارات المناسبة ولها أساس علمي صحيح.